مثل ما عملنا هنا في المخا ونحاول أن نعمل في الساحل الغربي من استعادة البنى التحتية للمديريات ومراكز الأمن وتفعيل دور السلطة المحلية، يجب أن يكون هناك نموذج أكبر في عدن لبناء مؤسسات الدولة. نعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وأكثر شيء نسعى لتحقيقه هو توفير الكهرباء التي هي أعتقد هم الناس جميعا، سواء في عدن أو في الساحل أو في حضرموت أو في شبوة أو في أبين أو في المهرة أو في مأرب، في كل المناطق المحررة وفي كل اليمن بشكل عام. هناك وعود من الأشقاء، ويتحتاج إلى وقت لتوفير الكهرباء في المناطق المحررة، إما عبر الاستثمارات بواسطة الغاز أو بواسطة الطاقة المتجددة. وإن شاء الله تعمل الحكومة مع فريق متوازي من الأشقاء في المملكة والإمارات لبلورة هذه المشاريع. على مستوى البنى التحتية هناك خطة لإعادة وإنعاش عدن بشكل عام. نتمنى من أبناء المديريات في المناطق الساحل أنهم يكثفوا جهودهم بالذات في السلطة المحلية ويهتموا بالمشاريع الخدمية للناس. كذلك باقي المديريات مثل موزع والوازعية وذباب اعملوا على مشاريع تنموية، وإحنا ندعمكم في الجانب مع الحكومة، ندعمكم مع المؤسسات الخدمية. لا تظلوش نراوح في مواضيع بسيطة ومشاكل وخلافات ونترك المنطقة. لقاءنا هذا هو يأتي بعد التشكيل الجديد، ونقول لأبناء المديريات نحن معاكم وفي أوساطكم، ولا سبر العيد الله وإحنا عندكم. هذا المديريات لها مكان خاص في قلوبنا، ولا يمكن أنه نتركها إن شاء الله. وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة، وأيضا المحافظ تعزبنا نطلبه ونشوفه ونشوف إيش يكون في تنسيق أكبر على مستوى قيادة المحافظة وعلى مستوى الحكومة. ما نقدرش أنه نقول لكم كل الأشياء تنفذ، لكن إذا تكاتفت الجهود وتكاتفوا الناس في العمل بوتيرة عالية من أجل خدمة المواطن ومن أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، نقدر نحقق شيء. لكن يد واحد ما تصفق. إذا قلنا كل شيء حملنا على مدير المديرية والشخصيات والمشايخ والمكتب التنفيذي ما بيتعاون معه، ما بيحقق شيء. أيضا الأمن لابد يكون هناك تعاون بين الأمن وبين السلطة المحلية، المشايخ، الشخصيات، رجال الأعمال، كل الناس يساهموا في عملية البناء والتنمية والأمن والاستقرار. ميناء المخا إن شاء الله أنه في حفار بيوصل خلال الفترة القادمة بيعمل على تعميق الميناء، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لميناء المخا أنه يتم تعميق لاستقبال السفن الكبيرة. ما نطول الحديث عليكم، ولكن نقول لنا لقاءات متجددة، والأشياء اللي طرحتها اليوم بنناقشها إن شاء الله، ونبقى على تواصل مستمر.